لا فائدة، لقد ذهب الشيطان بلبه وطمس على قلبه. تبالغ، فما هي إلا غشاوة وتزول عنه. لن نصبر عليه يا عبد الحق، إن خرج من هنا مرة أخرى ألحق الأذى بنا. قد يخرج وينعزل عن الناس في مكان ما. بتعاطفكم معه تهدرون حق الدين في قتل المرتد عنه. فضل لن يرتد عن الدين، معاذ الله أن يفعل ذلك وإن كان يخالفنا فيما نفعل. ويحك يا عبد الحق، هذه تقود إلى تلك، ثم إن الخروج عن الجماعة. استغفر الله العظيم. أكمل يا جعفر أكمل، لسنا في وضع يسمح بهذه المهاترات. صدقت يا حمد، لقد استصدرت الفتوى من أمير الجماعة بجواز قتل من يخرج عنه. فضل لم يخرج عنا بعد. عبد الحق، نقدر عواطفك ومشاعرك تجاهها، ولكن الغاية يا أخي لا تبلغ بالمشاعر الرخوة. لعله في موته يكون أنفع منه في حياته، ويغفر الله له. احرص على أن يكون السلاح المستخدم من أسلحة أجهزة الأمن وليس سلاحا عاديا. اتكل على الله يا جعفر. أين تسكن يا مريم؟